السلام عليكم. إن شاء الله هسه بعض الفيديو راح نبلش شرح سؤال التورشن. سؤال التورشن محلول على الكود القديم اللي هو نسخة 2005. إن شاء الله إحنا بالفيديو هذا راح نحل على نسخة 2019 عشان نشوف شو الفرق بين القوانين. هي مش هالفروقات العظيمة يعني. طيب يقول لك عندي أتي بيم هذا كروس سكشنال جيومتريك دايمنشن شو عنده فيجر، معطيني أبعاده 60 إنش 14 إنش، معطيني هاي 25 إنش، ومحول اياهم بالمتر. احنا راح نعتمد نظام المترك. بحكي لي اذا في عندي اكسترنال شير فورس، في عندي شير فورس عند الكريتيكال سكشن، يعني حكى لي الفورس على الكريتيكال سكشن اللي تصمم عليه اللي هو على على بعد دي من وجه الكولوم، في حال كان هو سبورتد من البوتوم سيرفيس وعليه لود من التوب سيرفيس، فالكريتيكال سكشن بيكون عندي هو دي على مسافة دي من فيس تو ذا كولوم. أما إذا كان عندي جيردر يعني بيم مرتكز على بيم، فالكريتيكال سكشن بيكون هو الفيس على الكولوم بالضبط. فهون ما فات بالتفاصيل هاي، ولكن أنا بحكي في حال أجت مسألة ثانية إحنا دائما بناخذ على مسافة دي من الفيس أوف ذا كولوم. ولا إذا كان عندي طبعا بيم مرتكز على كولوم وسبورتد إن بوتوم سيرفيس وديستريبيوتد على التوب سيرفيس. طيب احكي لي اذا الفي التيمت هي 40000 باوند اللي هي 180 كيلو نيوتن، احنا نعتمدها. بقول لي في عليه تورك، طبعا تورك ثلاث حالات معطيني اياهم عشان يفهمنا الفرق بين جميع الانواع. بقول لي في عندي اكوليبريم فاكتور تورك تورشنال برضه على كريتيكال سكشن قيمته 51.4. اهم شيء نركز فيها انه معطيني اكوليبريم، كلمه اكوليبريم هي المهمه. كلمه اكوليبريم يعني انا عندي هذا هذا التورك اللي انا راح اصمم عليه، ما راح اصمم على غيره. يعني احنا بنصمم في حالة الاكوليبريم اللي هو البرايمري تورشن، احنا بنصمم على ايش؟ على القيمة اللي بيعطيني اياها اللي هي تي التيمت اللي بيعطيني اياها. اما في حالة الكومباتيبلتي احنا بنشوف تي التيمت والفاي تي كراك وناخذ الاقل، يعني نعمل تخفيض وبس. فاحنا هسه ندرس الحالة الاولى. الحالة الاولى معطيني اياها انه الفورس 180، التورشن 51، اكوليبريم معطيني الاريا اوف ستيل 2190 ملم مربع، هاي للبيلدينج رينفورسمنت. بس نفهم ليش معطيني اياها. اف ان دي اف سي برايم 27.6 ميجا باسكال، هي نورمال ويت كونكريت. ومعطيني الاف واي نفسها الاف واي تي تبعت الاستربس هي 414، ومعطيني الابعاد. بس اول شغله هو السؤال قايل لي ديزاين ذا ويب رينفورسمنت، يعني بما معناه بده اياك تصمم على المستطيل فقط بدون ما تشغل الفلانشتين هذول، بدون ما تشغل الفلانشتين هذول. يعني انا بدي اخذ اي سي بي وبي سي بي، هم مين؟ هم الريكتانجل. هسه لو ما جاب لي سيره انا لازم اشيك على التي والمستطيل وباخذ الكريتيكال فاليو واللي هي الاكبر، باخذ القيمه الاكبر اللي راح تعطيني اي سي بي تربيع على بي سي بي الاكبر. تمام. هسه ناخذ احنا وكأنه مستطيل، في عندي سماكته 356 مليمتر وفي عندي ارتفاعه كامل 635. طبعا اذا بدي احسب الدي، الدي هسه هون في مشكله بالدي. هتقول شو ما شو المشكله؟ بقول لك اول شيء انت مش معطيك شو الاستيراب اللي بدك تشتغل عليها، ومش معطيك شو نوع البار اللي بدك تستعمله. فهيك هو فرض الدي فرض، ولكن احنا بالامتحان او يعني بالواقع بشكل عام احنا عارفين شو بدنا نختار، اي بار وعارفين اي كانه. احنا بالعاده كان نمبر 10 والقضيب ممكن البار 25 باي 18 باي 20 حسب شو المتوفر. يعني هسه خلينا نشوف شو الديزاين داتا اللي اعتمدها اخر شيء. هي اعتمد عندي الاف سي برايم على قد ايه، الاف واي 414، في التيمت 180، الاكوليبريم تورك البي دبليو 350، الدي 570. اعتمد الدي 570 واعتبر الاتش فلانج 101. هاتش فلانج ما بتهمني لانه ما راح اشغلها معي، ما راح اشغلها معي. طيب اول شغله حسب الاي سي بي، الاي سي بي اللي هي مساحه الشكل بدون الفراغات اللي هي 356 635، طلعت معاه 226060 ملم مربع. البي سي بي هي محيط الشكل، اللي هي محيط الشكل اللي هي 2 في الطول زائد 2 في العرض، طلع معي 1982. هسه التورشنال مومنت، هسه هون احنا بدنا نركز. هون معطيني تي التيمت، او هي مش تي التيمت اول شيء، هاي اللي راح احنا نسميها تي فاي تي ثريشولد.
فاي تي ثريشولد. هاي هي الاختلافات بين الكتاب وبين الكود الجديد، ومش هي 1 على 12، هي 0.083. طب بتقول لي ليش ما هي نفسها؟ طب تقسم 1 على 12 ولا لا؟ بقول لك لا، خذ ارقام الكود، الكود عارف شو بيعطيك، فبتشتغل على الكود. فبنيجي على الكود، بنيجي على درس التورشن. هاي درس التورشن بقول لي اول خطوة تي ثريشولد فور سوليد. احنا عندنا سوليد كروس سكشن، عندنا نن بريستست بيم، وما عندي اكسيال فورس، فعندنا هذا القانون عندنا اللي هو 0.083 في لامدا في جذر اف سي برايم في اي سي بي تربيع في بي سي بي تي في بي سي بي سي بي. طيب انا مش راح اركز على القيم، ترى هي يعني 8.5 راح تكون 9 ممكن، يعني هذا الفرق او 8.6، فما راح اركز على هاي التفاصيل. انا بس بدي اياك تعرف اي قانون تختار، تختار هذا القانون، بدك تختار القانون هذا، هيو تي ثريشولد تورشن او ثريشولد تورشن فور سوليد سكشن، خلص ريحني. طيب طلعت معي 8.5، تي ثريشولد فاي تي ثريشولد هي القيمه اللي انا اذا كانت تي التيميت اعلى منها معناته انا ما بتجاهل التورشن، تورشن نت نيكليكتد، يعني لازم اعمل تسليح للتورشن. تسليح التورشن هو كلوزد ستيرب، بنركز على كلمه كلوزد ستيرب، وهي عباره عن اديشنال رينفورسمنت على البريمتر للويب. هذا يعني اذا انا ايش بدي اصمم. طيب فطلعت معي 51 اعلى من 8.5، فبالتالي انا بدي اصمم. بصمم على مين هسه؟ راح نصمم احنا دائما وابدا على التي التيمت. فطلع التي نومينال هي تي التيمت على فاي، هي بروسيجر هسه صفت، هي بروسيجر. طيب هسه انا عرفت التي نومينال، ليش انا اوجدت التي نومينال او تي التيمت؟ بغض النظر تي التيمت انسى التي نومينال، تي نومينال عشان لما نيجي نصمم على الاي تي على اس والاخرين. هسه احنا بدك تعرف دائما زي ملخص عندك، بده يكون عندك قبل بتبلش حل المساله، في عندك ليميتيشن بدك تشيك عليهم، في عندك ليميتيشن لازم تشيك عليهم قبل ما تبلش حل. اول واحدة الماتيريال، تشوف الماتيريال هل حققت الليميتيشن ولا لا. باجي لوين؟ على الماتيريال اف سي برايم اف واي، باجي على اللكتشر هون نشوف الليميتيشن المطلوبين مني. بيقول لي لازم قيمة جذر اف سي برايم لا تتجاوز 8.3. فلما تيجي انت تحسب جذر اف سي برايم هذا راح تطلع معك قيمة قليلة، أصلا الجذر الـ اف سي برايم بتساوي 8.3، يعني إنه اف سي برايم تساوي 70 ميجا باسكال تقريبا ابروكسيمتلي. فبالتالي احنا محققين الـ اف سي برايم. بدنا نشيك على مين هسه؟ بدنا نشيك على الاف واي. الاف واي طبعا ممكن يجيني سؤال ليش احنا ممنوع نزود على هاي، وذلك بسبب الكومنتري اللي بحكي لي انه بسبب قلة التست اللي عندي، وبنفس الوقت بسبب قلة التست اللي عندي يعني ما عندي عدة فحوصات لحتى اقدر احسب هذا الاشي. هسه في عندي كمان فحوصات بخصوص الحديد، الحديد في عندي بقول لي اذا انا بستعمل التورشن نن بريستست بيم فانا عندي التورشن او الاف واي قيمته لا تزيد عن 420، والسبب نرجع بنكرر بقول لي انه احنا مشان يتحكم بالكراك ويدث، عشان يتحكم بالكراك ويدث. فانا بطلع عندي انه هاي 414 اقل من 420 وهاي اقل من 70، فبالتالي الماتيريال اوكي. هاي اول خطوه. ثاني خطوه بدنا نشيك على مين؟ شيكنا على التورشن بشكل عام، اكتشفنا انه احنا في حاجه تورشن. بعد ما نطلع التورشن بدنا نشيك، طبعا هاي مش هيك وجدتينه منها عشان تصميم هذول ما بدي اياهم، انا بدي اشيك على الكروس سكشن ليميتيشن. الليميتيشن الاول ماتيريال اوكي، الثاني هو الكروس سكشن ليميتيشن. انا عندي سوليد سكشن فبدي استعمل المعادله هاي، لازم الطرف هذا يكون اقل من هذا. ليش؟ لانه هذا الطرف معناه كاباسيتي، وهذا الطرف هو الشير ستريس والتورشن ستريسز المؤثر على البيم، فاحنا لازم الكاباسيتي اعلى من المؤثر، لازم الكاباسيتي تكون اعلى من المؤثر. فبالتالي راح اشيك عليهم، بنلاحظ انه انا عندي في التيميت محسوبه جاهزه، بي ويب محسوبه جاهزه، ودي فرضناها حسب نوع الحديد اللي عندي. تي التيميت هي المومنت اللي بدي اصمم عليه حسب هل هو كومباتيبلتي ولا اكوليبريم، وناخذ الاقل حكينا عنهم، فاحنا نراجع اللي هي 51. ركز على الوحدات. بي اتش، بي اتش هي محيط الكانه المغلقه الابعد، يعني انا في عندي هون كانه تاخذ محيطها، فانا شو لازم اطلع؟ لازم اطلع المسافه. واي نوت
ولازم نطلع المسافة اكس نوت. فبي اتش هي عبارة عن 2 في اكس نوت زائد واي نوت، هاي في حالة الريكتانجل. طيب شو الاكس نوت؟ الاكس نوت هي دائما وابدا هي عبارة عن البي ناقص 2 كلير كفر ناقص ديميتر الاستيرب. الكلير كفر هو 40 فبطرح 80 وبطرح ديميتر السوارة، ولنفرض انه احنا بار 10 واللي هي 9.5. ولكن في حل الاكزامبل هسه كان ماخذ مش الاس اي بارس، هو كان ماخذ المتريك بارس، هو كان ماخذ المتريك بارس، فكان عبارة عن قطر 10 متريكس هو عبارة عن 11.3 مليمتر ومساحته 100. فزي ما انا قلت هون بيقول لي انه الاكس 1 او الاكس نوت عادي ما هنا بالرموز هي 356 ناقص 2 كلير كفر ناقص ديميتر سوارة، ما هي 2 في هاي هي ديميتر سوارة كامل. طيب طلعت معي 264، واي نوت بنفس الطريقة، فبطلع ال AOH اللي هي المساحة، بعدين بطلع ال AO اللي هي 0.85 OH. طبعا هي مش 0.85 ولكن ال يعني conservatively. ودي هي فرض الدي، انا عندي سوارتي 10 وفرض عندي ايش؟ انه البار اللي بدي استعمله برضه 10 مترك، فطلعت معي 578 واعتبرها 570. فحسب البي اتش 1616، ثيتا اتفقنا بدنا نبريست بيم هي 45 درجة، فكوتونها 1. فشو عمل؟ شيك على الليميتيشن، حسب هذا الرقم وحسب هذا الرقم. نيجي لفي سي، في سي اتفقنا هي الشير كاريد باي كونكريت مجازا، واللي هي الشير كاريد باي كونكريت زائد الدول اكشن زائد الاجريجيت انترلوك، واللي هي عبارة عن بالنظام الباوند 2 في لامدا في جذر اف سي برايم في بي ويب في دي، في حالة المتريك هي عبارة عن 0.17 في لامدا في جذر اف سي برايم في بي ويب في دي. هيها 1/6 هي 0.166، ولكن احنا ما بنستعمل الكود القديم، بنستعمل الكود الجديد. بنرجع على الشير، درس الشير في سي بشكل سريع احنا مشان نلخص كل شيء اخذناه. في سي هيا برضه هو كاتبها سدس، ولكن هي برضه هي مش بالكود الجديد، هاي في السلايدات. احنا ما بعرف اذا بالكومنتري هون هي مكتوبة، لكن هي 0.17 انا متأكد منها. اشوف اجرب اسرج. بالضبط هاي not greater than هذا الحكي. نعم بغض النظر هي موجودة بالكود. 8/12 جذر اف سي برايم واللي هي عبارة عن 0.66. فبنرجع هون على السكشن ليميتيشن، او نرجع لهون على السكشن ليميتيشن. هي هذا القانون اللي احنا نستعمله، وليس القانون اللي هون، وليس القانون اللي هون اللي هي 0.66 اللي هي نفسها 8/12. حسبت الطرف اليسار اللي هو اللي تحت الجذر هو 1.78، وحسبت الطرف اليمين اللي هو الكباسيتي طلع معي 3.2، معناته السكشن ليميتيشن اوكي. كانوا طلعنا السكشن ليميتيشن، ماتيريال ليميتيشن، اموري تمام، لازم ادخل بالديزاين. بس لما بدي ادخل بالديزاين احنا اتفقنا في عندي قانونين للتورشن، تورشن سترينث هو الاول او الثاني. احنا بالعاده بنصمم على الاول، واللي هو احنا بنطلع الاي تي على اس تساوي تي نومينال على 2 اي نوت في اف واي تي في كوتان ثيتا، او على كوتان ثيتا زي ما محطوط هون على كوتان ثيتا. تمام تي نومينال هي اللي صممنا عليها، اي نوت حكيناها فوق 0.85 او او اتش، اف واي تي في هاي، فبتطلع معي 0.66 ملم مربع ملم للون ليج، لانه احنا بنعرف ان التورشن معادلته كل جدار الها هاي. الفي سي زي ما اتفقنا هي سدس جذر اف سي برايم اللي هي 0.17، طلعت معي 178. في نون في نو هسه احنا هو هون شو عمل؟ قارن في سي مع في نومينال. انت بتقدر تطلع 5 في سي مع في التيميت عادي، فهو اشتغل على النومينال ما فيها مشكله. قارن طلعت معاه انه الفينومينال اعلى
من اعلى من في سي، فبالتالي انا بدي اصمم برضه للاستيرب. يعني انا الكونكريت، يعني انا صار عندي، انا بدي اقاوم شير وبدي اقاوم تورشن. هذا تبع التورشن وهسه تبع الشير. معادلة الشير احنا بنعرف عنه دائما انه ان الفينومينال تبعت الشير هي عبارة عن مقاومة الكونكريت مجازا زائد في للاستيرب. ففي الاستيرب بدها تساوي في ان ناقص في سي. فانا في سي معي، في ان معي قصدي، وفي سي معي بقدر اطلع في اس، ومن في اس بقدر اطلع ال اي في على اس، واللي هي في اس على اف واي في دي. طبعا كله معي بالهاي. هسه هاي طلعت معي ايش؟ بير 2 ليج. فانا شو بعمل؟ بضرب ال اي تي على اس في 2 وبجمعها مع مين؟ مع البوينت 2.6 عشان يكون عندي 2 ليج 2 ليج. فبتطلع معي 1.6 مليمتر مربع لكل مليمتر للتو ليج. بس لو فرضنا انه كانت رقم 10، فالمساحة 100. المساحة 100 ضرب 2 ال اي، المساحة 100، المساحة 100. بس انا ليش بضرب ب2؟ لانه عندي 2 ليج 2 ليج. احنا كان عندنا زي هيك اتفقنا انها مباراة 10، هاي 100 وهاي 100. فبالتالي انا معي اي في توتال على اس تساوي 1.6. فانا اذا فرضتها 200 فالاس بتكون 200 على 1.6. هسه طلعت السبيسنج الاستيراب، طلعت معي 125 مليمتر. هسه هون التريك، هون التريك. انا طلعت معي الاس 125 مليمتر، لازم اشيكها مع الاستيراب ليميتيشن. راح تقول لي شو هم؟ بقول لك تعال جاي الاستيراب ليميتيشن. الاول عندي طبعا كله مكتوب هون بالشرح. اول اشي للشير لازم تكون عندي لا تقل، عندي حسب، انا عندي حسب القيمة هاي اللي هي 0.33 اللي هي 2 في سي، اللي هي 2 في سي. فانا بكون عندي دي على 2 او دي او الاقل بينهم اللي هي 600 مليمتر، او حسب هون اذا عندي انا الفي نومينال او الفي التيميت، اذا الفي اس قصدي اعلى من 2 في سي. فانا بشوف شو عندي طلعت، بحسبها يعني يدوي. هو ايش حسبها؟ مع الواحد على 16. لا هو ما شيكش عليها، شيك مع ال، ما شيك عليها، احنا نشيك عليها. هي على الاغلب 300، اللي هي على الاغلب دي على 2. راح شيك مع 600. لازم احسبها انا، لازم احسبها 600 او خلص تشغل بحالي. محسوبة. انا كم طلعت في نومينال؟ طلعت في نومينال 240. طيب في سي كم؟ 178. ففي نومينال اقل من 2 في سي، اقل من الفي سي 178، 2 في سي 300 وشي. ففي نومينال اقل من 2 في سي، معناته انا عندي اما دي على 2 او 600. بناخذ الاقل بينهم، الليزر اوف دي على 2. انا عندي هاي 570، فانا عندي السبيسنج الاول احنا اتفقنا طلعت 125. هسه في عندي السبيسنج الثانيه 600، عندي السبيسنج الثالث دي على 2 اللي هي 570 تقسيم 2 اللي هي 285. هذول تاعون الشير. هسه في عندي مين تاعون؟ طبعا في ثنتين للشير كمان، معادلتين بس مش مهمين كثير. في عندي هسه عندي تبعت التورشن. قال لي التورشن المينيموم له هو بي اتش على 8 او 300 او 300، تمام. فعشان هيك ال 600 دائما راح تهمل معي هون. هذا الحكي موجود هون، التورشن بيقول لي في السبيسنج الاستيراب مش مكتوب، بلا هون هي ترانسفيرس ماكسيمم هي 300 مليمتر او بي اتش على 8 للتورشن فقط، للتورشن فقط. طيب فانا بي اتش على 8، بي اتش عندي اياه كم؟ 1616 على 8 202. فانا عندي مين اقل قيمه فيهم؟ اقل قيمه فيهم هي 125، فهي السبيسنج تبعتي، فهي السبيسنج تبعتي. طبعا لوين امد الكائنات؟ لوين امد الكائنات؟ لازم نعرف لوين امدها. مكتوب هون بالشرح انه عندي
على مسافة بي تي زائد دي. من وين؟ من نقطة القطع النظرية. طيب وين نقطة القطع النظرية بالتورشن؟ نعرف إنه لو أنا عندي بيم معين، أنا في منطقة معينة راح أحتاج شير، مثلا منطقة معينة راح أحتاج تورشن. المنطقة اللي ما راح أحتاج فيها ولا إشي ببعد عنها مسافة بي تي زائد دي، وهون بوقف أنا توزيع الكانات. فهاي المناطق كلها راح يصير فيها كانت. طبعا شو المناطق اللي ما بحتاج فيها شير؟ انه تكون عندي في التيمت اقل من 5 في سي، والمنطقه اللي ما بحتاج فيها تورشن انها تكون اقل من 5 تي ثريشولد. فانا بشوف مواقعهم وبقطع عندهم، بقطع عندهم. طيب نرجع للاكزامبل. هسه بدنا نشيك على مين؟ بدنا نشيك على الاي في مينيمم. بدنا نشيك على الاي في مينيمم، ايوه هاي الاي في مينيمم. لازم نشيك على القيمه 0.062 جذر اف سي برايم في بي وب في اف واي تي على اف واي تي، او 0.35، وبنختار الاعلى. فاحنا لو حسبنا الرقم هذا لحاله بيطلع معي، هي مكتوب هون، بيطلع معي اللي هي 1 على 16 هي نفسها 0.062. لازم نركز على الاشياء اللي بعطيني اياها. طيب بس بناخذ مين؟ ما بناخذ هذا، بناخذ هذا تبع الكود، بناخذ تبع الكود بتطلع 0.33، فهي اقل من 0.35، فبناخذ مين؟ القانون هذا. فطلع 0.35 في بي ويب في اس على اف واي تي، هو طلع الاي في مباشره. انت بتقدر تطلع مين؟ هاي الاي في على اس، اي في توتال على اس شو بتساوي؟ 0.35 بي ويب على اف واي تي، فهاي اي في ايش؟ مينيمم. فبالتالي اذا ضربت باس، هسا ممكن انا اطلع اي في على اس واخليها مجهوله فقارنها مع اي في على اس اللي طلعتها، او باخذ السبيسنج اللي انا طلعت معي وبشوف هل هي اعلى ولا اقل. فهون شو عمل؟ عوض الاس اللي اختارها، طلعت 37 ملم مربع. طب انا كم الاريا عندي؟ الاريا عندي 100، معناته ال 100 اعلى من المينيمم، معناته انا بختار ال 100. طيب هسا بدي اشيك من اي في على اس، بطلع اي في توتال على اس، بطلع معي رقم صغير. بشيك مع مين؟ مع ال 1.6 نفس الطريقة. طيب فهون شو قال آخر شيء؟ استعمل 125 ملي متر. طيب هسا نروح على الاديشنال بار. هسا نركز على شغلة هون، ال AT على S اللي أخذها هون ما اختار اللي اختارها، ما اختار اللي اختارها. هون شو اختار؟ اختار AT على S اللي هي 0.666. بس ممكن انت تختار انه سبيسنج معين، ما باخذها، باخذ لغايات التصميم والكونسرفاتيفلي بناخذ مين؟ الاي تي اس اللي حسبتها. فانا حسبتها من هذا القانون، فانا احتجت اديشنال بار 1076. برضو لازم اشيك على المينيمم، فقانون المينيمم للرينفورسمنت لونجتيودينال هيو. ناخذ القانونين وبناخذ الاقل بينهم، ناخذ ايش؟ الاقل بين القانونين 0.42، 0.42. هون عندي 5 على جذر 12، 5 على 12، فركز. او 0.175، 0.175 نفسها. فشو بعمل؟ بختار القيمه هاي، وبختار القيمه هاي باخذ الاقل فيهم. هو شو حسب؟ حسب طلعت الاولى مع 119، والثانيه طلعت مع، هو حسب هون اي ال على اس، يعني لو ضرب باس طلع رقم برضه صغير. فال 119 هي الكنترول. فانا باخذ مين؟ 119 هي مينيمم. انا عندي قديش اي ال؟ 1076. فباخذ ال 1076 هي الكنترول. طيب هسه هاي الاديشنال بار اللي انا محتاجها. هسه هون ببلش بالتوزيع النهائي. انا هاي عندي الويب، انا هون في عندي حديد بالمساله كانه اعطاني اياه 2190. هذا فلكستر، هذا ايش؟ فلكستر. هسه شو بعمل؟ انا في عندي حديد تورشن 1076، هذا شو بتعمل؟ لازم اوزعه على اربع جهات. بدي اوزعه هون، بدي اوزعه هون، بدي اوزعه هون، بدي اوزعه هون. فراح احكي انه حديد التورشن او الحديد البوتوم اللي بدي اياه راح يكون هو عباره عن 1076 تقسيم 4 زائد ال 2190. حديد التورشن اللي هون هو عباره عن 1076 على 4، هون نفس الشيء 1076 على 4، وهون نفس الشيء 1076 على 4. تمام، ايوه هذا الاشي اللي هو حطه هون، هذا هو الاشي اللي حطه هون. فشو قال؟ قال يا عمي تعال جاي
اختار 2460، اختار 5 نمبر 5 متريك مساحتهم 2500، واختار عندي على التوب كورنر، ايه قصدي هون دقيقة، اختار عندي هون عندي 2 15 مترك بالتوب كورنر و12 بالفيرتيكال، ان ايج فيرتيكال، ان ايج فيرتيكال، يعني صف السكشن عندي هون 5 1 2 3 4 5، عندي بالكورنر هذا 1، كورنر هذا 1، وقال لي في عندي 2 ان ايج فيس، 2 على ايج فيس. طيب هسه ظل اخر شغله، وفي عندي كاني مغلقه، ركز على كاني مغلقه، ركز على كاني مغلقه. طيب هسه لاحظ اني عملت القفل بزاويه 135، بقول لك بصير. طيب لو عادي بصير اعملها 180، بصير اعملها 90، بصير اعملها 90، هاي التفاصيل بدك تكتبها بالامتحان، هاي التفاصيل بدك تكتبها بالامتحان. بصير اعملها 90، بقول لك بهاي المسألة بصير، لانه انا هذا السكشن كان بالاصل تي بيم، فانا في عندي كونفاينج سلاب بتمنع تشظي الخرسانة. طيب هسه مش مهم هذا الحكي، هو مهم طبعا يعني. هسه لازم نشيك اخر اشي على الاس مينيمم والاس ماكس. هسه معروف دائما وابدا الاس ماكس تبعت التورشن هي 300 ملي متر، يعني هذا الحديد لا يتجاوز 300، لازم يكون اقل من 300. تمام، هاي نفس الشيء، هاي لا هاي ما لهاش دخل، هاي هاي تمام، لازم ما يتجاوز 300. وين مكتوبة هاي؟ بس خلينا نشوفها بالكود. لازم التسليح الطولي يكون على المحيط الكاني وليس على الأطراف، ولازم المسافة بينهم لا تتجاوز 300 مليمتر. مهم جدا هاي المعلومة، مهمة جدا. هاي دكتين ديولان تورشنال رينفورسمنت. كمان شغلة بقول لي الحديد الطولي اللي بدك تستعمله، هاي مهمة جدا هاي المعلومة، الحديد الطولي اللي بدك تستعمله لازم يكون قطره على الأقل 0.042 للسبيسنج اللي انت اخترتها، او لا تقل عن 10 مليمتر. يعني انا في عندي الديميتر البار بدي اختاره، لازم يكون اما 10 مليمتر او 0.042 في السبيسنج. بحسب هاي 0.042 السبيسنج اخترته 125، طلعت معي 5 وربع، هذا قطر البار الهاي، او 10، مين بختار ال10؟ فانا بقدر اختار ديميتر للتورشن 10، اللي هي بالرسمه هاي، اللي هي بالرسمه هاي، بقدر اختار 10 لمين؟ لهذول، بس هو ما اختار 10، اختار 15. طيب ظل اخر شيء لازم تحدد التفاصيل، الديتيلينج، بدك تشيك على مين؟ على الاس مينيمم والاس ماكس. الاس ماكس تفرق 300، الاس مينيمم بين السيخين اللي هي الكلير ديستانس، هي عبارة عن 4 على 3 ديميتر ماكس، دي ماكس، واللي هي بالعادة زي الكفر، أو 25 مليمتر، أو دي بار، أو دي بار. طيب اتفقنا هاي أنه عندي 365، كأنه 356، 356. طيب أنا اخترت بار نمبر 25، اخترت بار نمبر 25. طيب بدي أفترض إنه قطره 25، هو مش 25، ممكن يكون 26. بحكي هسه المسافة عندي الكلير ديستانس راح تكون عندي الطول كامل ناقص 2 كلير كفر اللي هم 80، ناقص سوارة من هون وسوارة من هون، فانا شو عندي اياها؟ 2 ديمتر ستيرب، اتفقنا انها 11.13. طيب هسه قديش هذول بيساووا لحالهم؟ بس دقيقة نحسب عملية حسابية، بيطلع 253.74 اللي هي المسافة من حفة الكيان الخارجية لحفة الخارجية. شو بعمل هسه؟ بطرح منهم كم بار عندي؟ 1 2 3 4 5، بطرح 5 بارات في 25، على فرض انه 25، بيطلع عندي 128.74
فاصلة سبعة أربعة. كم كلير سبيس عندي؟ واحد اثنين ثلاث أربعة، أقسم هذا الرقم على أربعة يطلع عندي 32 تقريبا. كم؟ 32. هسا أنا 4 على 3 دي ماكس، واللي هي تقريبا 40 مليمتر، وعندي 25 مليمتر، وديميتر البار لو كان 26، فأنا مين الأقل بينهم؟ 25 هي الجوز، هاي الأس مينيمم، وهاي إيش؟ الأس ماكسيمم، أي الأس اللي عندي، فأنا حقق الأس مينيمم، أموري تمام. طب من فوق لتحت، من فوق لتحت نفس الطريقة، هو ما تجاوزش 300 مثلا، هاي المسافة بنفس الطريقة هي 635، أو لو حسبنا الدي، حسبنا الدي لهون هي كم؟ 570. نفس الطريقة، واضحة واضحة بالنظر إنه إذا الخمسة هذول وكان قطرهم 25 حققت المينيموم، فمستحيل إنها هاي ما تحقق المينيموم، مستحيل إنها ما تحقق المينيموم، يعني راح تحقق، راح تكون مسافة 100 مثلا بين السيخ والسيخ، وهذا منطقي. حسابها بنفس الطريقة، 635 ناقص سوارتين ناقص الكفر، ناقص كفرين، وفي كفر من فوق راح يكون، وراح يكون دميتر الأقطار هذول تقسيم المسافة بينهم اللي هي 3، المسافة الأولى، المسافة الثانية، المسافة الثالثة، وهيك راح أكون أنت خلصت الديتيلينج كامل لهذا السؤال. هسا بشكل سريع بدنا نمشي على الأسئلة الثانية، واللي هي لما قال لي كومباتيبلتي تورشن له 7.3. طيب اتفقنا قبل شوي إنه إحنا الفاي تي ثريشولد 8.5، معناته هذا أنا التي التيمت أقل من الفاي تي ثريشولد، معناته هو ما بده تورشن لكن بده ستيرب اونلي، فبالتالي هون انا بقدر استعمل كلوزد ستيرب او اوبن ستيرب لانه الشير عادي. فانا صفت الحسابات نفس الحسابات اللي قبل، بس هون ما شيكت على بي اتش على 8، وما شيكت على 300 مليمتر، انا مباشره شيكت على دي على 2، والسبيسنج اللي حسبتها وال 600 مليمتر، فهون شو طلعت السبيسنج؟ 220 مليمتر. طبعا تشيكات مينيموم هي نفس الفكرة، فيش داعي ارجع احسب عليها مرة ثانية، ما عندي تورشن، فهون بس صمم شير. طيب هذا السؤال كومباتيبلتي تورشن 30.3، شو عمل؟ 30.3 اعلى من 8.5. اها انا عندي تي التيمت 30.3، بس شو لازم احسب؟ لازم احسب فاي تي كراك، في قانون لفاي تي كراك واللي هو عادة 4 فاي تي ثريشولد، يعني 4 ضرب 8.5 عادة، مش دائما، عادة ترجع للكود تكتب قانون فاي تي كراك، طلع معي 34. اها انا ايش بصمم؟ انا عندي فاي تي كراك 34، وعندي تي التيمت 30.3، دائما بختار الاقل في حالة الكومباتيبلتي، فراح اختار مين؟ الثلاثين، لانه صار في عندي اعادة توزيع الاسترسز، فصمم على الثلاثين اللي طلعت معي المعطى، وبترجع تحل نفس الطريقة اللي صارت، اللي هي انه طلعت تي نومينال، وبدي اشيك على السكشن ليميتيشن مرة ثانية، لا تنساش بدك تشيك على السكشن ليميتيشن، لانه انا لانه تي التيمت تغيرت، فبدك تشيك على السكشن ليميتيشن، ولكن راح يطلع محقق، يعني مش هالفرق العظيم. اي تي على اس راح تتغير عندي، ولكن اي في على اس نفسها، اي تي على اس تغيرت لانه التي نومينال تغير، شيك عليهم طلعت مع 180 بدل هاي، بدل 125 وحسب المينيمم، وبنفس الطريقة طلع معي التورشن اللي أنا بحاجته هو فقط 646، اللي هي أنا حسبتها، لأنه المينيموم الأولى 547 والثانية ما هم بحسبش لها ثانية، بحسب لها واحدة، المفروض نحسب لثنتين، وشيك بنفس الطريقة طلع تسليحه زي هيك. هيك بكون خلص التورشن، إن شاء الله إنه يكون المثال مفهوم، نركز على حسابات الفي ألتيميت، وان شاء الله الامور طيبه. اهم شيء ركزوا على الديميتر كيف تختاروا، لانه هذا عليه جزء من العلامات وين اوقف الكت اوف والى اخره. يعطيكم الف عافيه.